السلام عليكم، يا مرحبا. نحن الآن في مدينة بتايا في تايلاند. هذه غرفة من نوع ديلكس مطلة على البحر، فندق A-1. الفندق ميزاته أنه قريب جدا من البحر، مطلة على البحر، وفينا يعني الجناحين، جناح على البحر وجناح في الخلف. الجناح اللي على البحر هذه الغرف تبعه يعني أقدم شوية، الجناح الخلفي هو أفضل، بس إطلالته ليست على البحر رأسا. الغرف تطل، ممكن تشوف البحر من الغرف، لكن هو أبعد شوية. مستوى لا بأس، طيب. مستوى 4 نجوم.